حقيقة راح نتابع هذا التقرير حول زيارة ولي العهد، وبعد هذا التقرير راح يكون هناك ضيف عزيز في هذه الحلقة من بيت للكل، وهو معالي السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة وممثل الأردن في جامعة الدول العربية، لكن بعد هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته لأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيدا سيادته بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك. من جانبه نقل سمو ولي عهد الأردن تحية جلالة ملك الأردن لأخيه السيد الرئيس وترحيب الأردن بالمستوى القائم التنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، ومشيدا في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، تم استعراض الجهود القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما عقدت جلسة مباحثات موسعة تطرقت لسبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصة ما يتعلق بالتعاون في مجالات السياحة والاقتصاد والتبادل التجاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن قضايا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وتم التطرق أيضا إلى سبل تعزيز التعاون مع العراق الشقيق في إطار آلية التعاون الثلاثي، حيث تم تجديد التأكيد على إدانة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مؤخرا، وإبداء الدعم الكامل من البلدين لاستقرار الأوضاع بالعراق الشقيق ومساندته في حربه ضد الإرهاب ودعم مسيرته السياسية. كما أكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، خاصة في ليبيا وسوريا، وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.